يو الدراري السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في حلقه جديده من برنامجكم ستريت ارت. في هذه الحلقه هذه معنا واحد رابور اللي سميتو حسن. شكرا بزاف على استقبال ديالكم. صافي بليزير، بالعكس برادر، دار دار. دابا انت سميتك حسن يعني؟ حسن. شكون هو يا حسن؟ حسن هو واحد الدري كمل في هذا الشهر هذا 25 عام. كنسكن في كازا. بون انيفيرسير مؤخرا. الله يحفظك. واخا تعطلت علاش؟ لا ماشي مشكل عادي، زاديت برنوسي، كبرت برنوسي. كندير دابا الراب. حيت هو اللعيبه اللي كنقدر نوصل بها داك الشيء اللي كنحس به وداك الشيء اللي كنحس به كاع. دابا انت جلستي واحد النهار مع راسك قلتي حقا غادي ندير الراب. كيفاش جاتك ديك الفكره انك دير الراب بالضبط؟ ما درتيش حاجه اخرى، ما درتيش الراي ولا الشرقي ولا شي حاجه اخرى؟ الحاجه اللي انفلونساتني باش ندير الراب، انا فاش كنت كنسمع الراب في البدايات، من بين الروابط اللي سمعت لهم كانوا شويه ديال التوانسه. كان واحد سميتو بسيكو ام، كتعرف بسيكو ام؟ اه بسيكو ام كان كيدوي على داك الشيء اللي دارو وكذا، فهمتيني؟ وانا كنت كنحس به. وكان كيعجبني هاد العيبه هادي ديال كانوا كيتوشيوك التراكات ديالك، كيتوشيك بداك الشيء اللي كنقول فهمتي. الفيلم وانا بسيكو ام عمرني شفتو، عمرو دار كليب، عمرو فهمتي البلان. لكن قاسك؟ قاسني، هذا هو البلان فهمتي. انا عطيتك غير اكزومبل ارتيست واحد اللي انفلونساني، كاينين بزاف. هذا تونسي من روابا مغاربه مثلا؟ من روابا المغاربه، دامبيك، من مسلم، هادو شي لعيبات اللي لانكرهم بنادم غير كيكذب على راسو فهمت. هادو واحد الركائز ديال الراب المغربي فهمت. داك باش تكون معك صريح. اين عام كان هادشي هذا؟ هادشي البدايات كانوا في 2010. 2010 2010 بديت كنحاول نكتب دي تيكست. يعني شحال من عام دابا باش تقريبا بدي شي ما غن؟ من 2010 بديت كنحاول ندير يعني 13 عام دابا تقريبا. من 2012 اول تراك غندروبي اوفيسيالمون مشيت للاستوديو سجلت 2012. ولكن اللي خلاني ندير موسيقى اون جينيرال ماشي هو الراب، اللي هو موسيقى. انت كتعجبك الموسيقى؟ كتعجبني الموسيقى ولا كريتور فهمتي. كان كيعجبني ملي كنسمع شي تراك كنقول كيفاش تخونا هذا لصق هذه اللعيبه هذه ما هذه، ولا شريت ما برادر فهمتي، ولا كتعطي ايقاع. يعني هادشي من جات السورس. يعني دابا كل واحد كيدير الراب على قبل شي حاجه. هذا هو البلان. حسن علاش دار الراب؟ علاش درت الراب بالضبط؟ انا عارف عايش واحد اللعيبات اللي عايشينهم بزاف الناس. ودوك بزاف الناس ما كرهوش يقولوا واحد الكلمه ولا داك الشيء اللي دارهم، ما كرهوش هما واحد المنبر اللي نوض ويقول انا ضراني هادي وخاصني هادي. ما كايناش هاد اللعيبات، هاد اللعيبه نقدر نقول لك كاينه في الراب صافي. يعني الراب كتحس انه تقدر تعبر على المشاعر ديالك كامله بدون حاجز، بدون حدود. بدون حواجز. اي حاجه بغيتي تقولها كدارك تقدر تقولها في تراك. هذا هو. شنو كدير من غير الراب اكشوالمون؟ دابا رابور اب بلانتو. يعني الوقت ديالك كامل دابا حاليا مخصص غير في الراب. قبل ما تعطي وقتك كامل للراب اشنو كنتي كدير؟ قريت بحالي بحال كاع الدراري في المغرب، وراها درت لوطيلغي. شنو درتي في لوطيلغي بالضبط؟ درت لا كويزين. يعني طباخ ماهر انت؟ شويه. واش عندنا شنو الدار؟ ضروري ضروري. شنو هو البلان اللي كيعجبك انت؟ شويه ايطاليان وكنميل لا كويزين ايطاليان. وكتعجبني كتبقى نمير اون لا كويزين ماروكان، حيت هادي ما نقدرش نقولها لك انا، هادي العالم كله عارفها. لا كويزين ماروكان نمير اون. ما خدمتيش فيها؟ لا قريت وخدمت فيها. خدمتي في لا كويزين؟ خدمت تقريبا اكثر من 5 سنين 6 سنين ديال لا كويزين دوز. يعني عندك اكسبيريونس كبيره يعني. دابا انت سمحتي في ديك الاكسبيريونس اللي عندك في لا كويزين، يعني 5 سنين راه ما استاهلاش، راه ستون غروند اكسبيريونس. كثر كثر يعني غتكون العام اللي قريت فيه. انا ما قريتش، قريت واحد الفيليير كتسمى لابرونتيساج، واحد التخصص ابرونتيساج، يعني كتكون ديما العام كامل عندك انت غير في الخدمه ماشي في القرايه فهمتي، في فيلم. براتيك ماشي فوالا، العام كامل انت غير كتبراتيكي. وكان عندي نهار واحد اللي كنقرا فيه زعما التيوري شناهي لا كويزين. والدراري اللي كيديروا لابرونتيساج صراوت لكم من هنايا عارفين باللي
كيكونوا شويه زايدين النغزه على الدراري اللي قراو التيوري عاده باش دازوا هبطوا للتيران. هذه راه في اي دومين فهمت، غنجي غنقري كوره ولكن ملي غنعطيها لك راه ماشي سيم ثينغ فهمت. واحد ديال ديبي تعلم بالون والواعره، لان الناس اللي كتلقى عندهم لا تيوري اللي تكونوا متعمقين في لا تيوري ما تيكونش عندهم مال براتيك. كاين شي وحدين غيشدك في الهضره غير بلا تيوري ولكن هذا التيران فري فري، ولكن كش حطوا في التيران ما كي وكاين العكس وكاين العكس وكاين العكس او ثاني كتشوف كتقول هذا واقع لا راه ولكن ادخل دابا الدومين ما يفهم، ادخل دي ريستو دي زوتيل بالاس غتشوف واحد اش حقرو ولكن ملي غتجي تسول شنو هو الكراد ديالو غيقولوا لك شي سوشاف بارتي بروفيسيونيل في الخدمه ديالو يلبس احسن من داك اللي واعر في التيور في الحياه كامله ماشي غير في الكوزين. يعني خليتي دابا انت الدومين هذا وخصصتي وقتك كامل للراب. وماشي زعما بواحد لا ديسيزيون ساهله، انا خدمت بزاف البلايص بدون ذكر الاسماء في المغرب وخدمت برا المغرب في السعوديه تقريبا شي عام. اين مدينه في السعوديه كنت؟ كنت في الاول في واحد المدينه ما تخيل معايا سواعده تقدر تقول لهم ما يعرفوهاش، سميتها الرفحاء. الرفحاء؟ فين جهه المدينه ولا جهه الرياض؟ جهه الحدود مع الاردن. الحدود مع الاردن؟ شي مدينه صغيره؟ تما الرمله والله فهمتي ما كاينه حتى ولكن كاينه فلوس تما. زعما لو بغيتي دير فلوس كاينه فلوس. كاينه فلوس. ما عندكش فين تختارهم تما اصلا؟ ما لا غلط، هاد العيبه هادي كنسمعها مع المغاربه كامل زعما كنا كنقولوها راه في السعوديه ما كاينش الا بالعكس. اين عام كنتي تما؟ تقريبا دابا شي عامين باش جيت. لا عامين دابا راه صافي راه بدات كتنفتح شويه السعوديه. لا فاش كنت انا اصلا كانت منفتحه. ملي كنتي تما اما شحال هادي واحد 10 سنين دابا راه السعوديه راه ما كان فيها والو، راه ما عندكش فين تخسر فلوسك الا قهوه الشيشه. دابا برادر حنا ديما فاش كنقولوا غنخسروا فلوس كيمشي دماغنا في الكوطي نيجاتيف فهمتي، ولكن السعوديه فيها واحد اللعيبات اللي غتخسر فيهم فلوس في بوزيتيفلي فهمتي. بحالاش؟ كاينين فيها دي مول اللي زايدين علينا شويه. لي مول تمايا غير مثلا البلايص فين كيكونوا الكوفي شوب وكذا تقدر تدخل تلقى لعيبات كيتباعوا وكذا اللي غتخسر فيهم فلوس بحال خسرت فيهم في هذاك الشيء اللي بلا ما. يعني دابا انت دابا حاليا ما ندمتيش على القرار اللي خديتي انك خلي سمحتي في الخدمه ديالك وفي داك الشيء اللي قريتي وتبعتي الراب؟ شوف برادر نقول لك واحد اللعيب القرار ما خصكش تندم عليه واخا يكون غلط حيت انت اللي عزلتي وانت اللي خصك تحمل المسؤوليه ديالك فهمتي فيه. انا ماشي غنقول لك زعما ما نادمش، ولكن علاش ما نادمش؟ حيت هذه كتبقى حرفه عندي فيد فهمت، نقدر من غدا نعاود نرجع لها ما كاينش بروبليم ونبقى كندير موسيقى فهمتي فيه. غندم كل شيء ما كنتش غندم حيت انا اللي خدت القرار برادر ونكون معك صريح. علاش؟ لوبجيكتيف عندي من هادشي كامل هو نصوفي راسي ونصوفي دارنا، ولكن بداكشي اللي كنرتاح فيه فهمت. الا كانت الواين نجيب داكشي اللي كنرتاح فيه من نجيب فلوس ولا داكشي باش غنعيش من داكشي اللي كنرتاح فيه احسن ليا من نمشي لواحد اللعيبه اللي غنكون ما مرتاحش فيها وكنديرها غير على قبل واحد الصلاه في الاخر الشهر وكذا وانت راك عارف لا طاب لا من عاود. انت باش ناوي دابا لوبجيكتيف ديالك دابا حاليا من هادشي كامل؟ من هادشي كامل من هاد الراب وهادشي كامل الراب والخدمه، لوبجيكتيف ديالك مثلا في الحياه اللي باغي توصل ليه؟ في الحياه ما كاينش واحد ما باغيش كما كنقولوا بالدارجه يصوفي راسو يصوفي دارنا. هذا هو لوبجيكتيف الاول ديالك؟ هذا هو لوبجيكتيف الاول دارنا قبل مني نقدر نقول لك فهمت. صوفي لا سيتياسيون فاميليال، لا سيتياسيون فاميليال الوالده كذا فهمتيني. ديك الساعه غيجيو احلام اخرين ديك الساعه اللي غتشوف فيهم ديك الساعه لا صوفيتهم هما انا غنكون صافي غتكون مرتاح هذيك غندير اللي بغيت. اهم حاجه اللي كتجيني انا بالنسبه لي هذه بيرسونيل بالراب ولا بكره ولا بالبوكس ولا بشي لعيبه خاصك تخلي واحد الطاتش في الدنيا فهمت. انا هذه من لي زوبجيكتيف اللي عندي في الحياه، باغي سلام تبقى تجبد سميتي فهمت. ما كندويش لك على زعما حيت كنت كندير راب، لا حيت خليت واحد العيب، خليت واحد البصمه فادت واحد الناس ولا دارت واحد العيبه تقدر تبقى تجبد من مورا ما عرفتش شنو هي انا فهمت. ولكن هذا هو اوبجيكتيف باش متروي كل انت قلت لي ولد كازا برنوسي يعني رجاوي؟ رجاوي سيرمون. رجاوي متعصب؟ لا بالعكس الوالد ودادي، عشرين وداديين
تكبر شي صاحبي دابا عندك مشكل مع باك دابا مشكل كبير فهمتي راه كنطلع كنطلع عليك ما عطاكش العصا كي صغير قال لك لا بالعكس الوالد اوبن مايند الوالد هو متعصب حتى هو الاستاذ ديال لونجلي الوالد صراط مزيان الله يخليهم لك اخويا ان شاء الله كان عندك واحد الحلم منك صغير واقيلا ابار راب ولا كويزين كنت واقيلا باغي تكون كوير لا ياك هذا سوي كيضر في الخاطر هذا الحلم هذا حيت كلنا حلمناه تقريبا انا عمري ما حلمت واخو وانت كيبقى ماشي علاش ما عنديش مع كوره الدراري اللي عاشوا في الدروبه وكذا كانت اللعبه الرخيصه عندنا هي كوره حيت ما كناش غنقدروا نمشيو نديروا ناطاسيون ولا شي لعيب وكنا ديما كنبغيو نكونوا لعابه فهمتي الفيلم ولكن راك عارف كاين واحد شويه الزهر مع شويه داكشي اللي مكتب لك مع شويه داكشي راه ما كاينش يبان هذا هو البلان ما تقدرش تختار لافينيغ ديالك شنو غيكون فيه اكزاكتوم هذا هو رجعوا شويه للراب شنو هو الستيل ديال الراب اللي كترتاح فيه انت اكثر برادر زعما في الراحه كرتاح في الميلانكوليك في الحاجه اللي كنقدر نوصل بها الميساج وغيفهموا اللارج بوبليك فهمت هادي كتهمني ميلانكوليك بحال ديبريمي بحال عمري هاد الاخراني هو ميلانكوليك بحال قلنا عمري بحال قلنا سوليد فهمتي هالتراكات ميلانكوليك اللي الا سمعتيهم تقدر تكون ماشي فان ديال الراب ولكن كتلقى راسك فيه في شي لعب شي نوايا تسمع التكست برادر وحنا لوبجيكتيف عندنا كروابط هو تسمع التكست مع هاد لا نوفيل جينيراسيون تقريبا بدينا كنفتقدوا شويه داك دوك لي تكست اللي تيكونوا في الراب ما كتلاحظش انت هاد اللعيبه بزاف ماشي بزاف يعني بزاف الروابا دابا ما بقايش ما بقاش واحد الرساله في الراب ما بقاش واحد الميساج هي لا دوينه اون جينيرال اون جينيرال لا بلو بار لا دوينه اون جينيرال ولكن كاينين دراري في النوفل جينيراسيون اللي دايرين خدمه نقيه كيدويو على لعيبات حتى هما فهمتي اونكاجين ما كيرابيش غير حيت كيرابي وكذا وهاد اللعيبه مزيان هما قلال ولكن غتزين الوقت تكيد حيت خاص لي ميساج خاص ضروري برادر الا كنتي غترابي غير حيت كغترابي ما كان بلاش دابا حاليا الراب ما بقاش داك الراب اللي كنعرفو شحال هادي دخلت فيه واحد شويه التلحينات شويه الراي بزاف الناس تيقولوا كاع دخل فيه ولا ما عرفنا راب ولا واي واي بهذا المصطلح هذا برادر غندو معاك زعما صريح هو الراب كجميع انواع ديال الموسيقى مشى مع الديفلوبمون ديال الموسيقى فهمتي وخاصو يمشي مع الديفلوبمون ديال الموسيقى حيت نعطيك علاش الراب النهار الاول اللي دار باش انت تسمعني باش انت تسمع الميساج ديالي ياك اوكي يعني ملي انا الطريقه باش ولا كيوصل الميساج تبدلات حتى انا خصني نبدلها حيت انت الا بقيت انا كنوصل لك الميساج بالطريقه القديمه ما غتسمعنيش ولكن بهاد اللعيبه اللي قلتي ديال ولا كيتلحن ولا كيكذا وليتي كتقدر تدخل فيه الميساج وغياكسبتيه من عندك بنادم داك الميساج اللي كنتي غتقولو بنفس الطريقه الاخرى ولكن كاين دابا شي وحدين اللي كانوا كيوصلوا دي ميساج دابا مابقاش كيوصل لك دي ميساج هذا سوجي خط واش انت متفق معايا في هاد اللعيبه ولا غادي متفق معاك ولكن ولا الراب ولا بحال كيغني غير باش ينشطك باش مابقاش كيعطيك شي حاجه اللي غادا توشيك شي حاجه اللي غتقدر تبدل واحد الحاجه في المجتمع حيت هذه الرساله الاساسيه ديال برادر كيبقى كل واحد ولي برانسيب ديالو كيفاش هو كما قلتي لي انت في الاول علاش كيدير هذا الراب اصلا علاش كيدير هذا يعني هو كان كيديرو باش يوصل واحد اللعيبه راه غيبقى يديرها ما غتبدلو حتى حاجه فهمتي حيت هو اصلا كان عنده واحد الافكار كاينين الناس اللي كتجيهم ظروف فهمتي كيكون خاصو يتبدل على قبل الفلوس راك على قبل الفلوس وهاد الكلمه هادي قاصحه شويه ديال على قبل الفلوس حيت ملي كنقولوا على قبل الفلوس كنساو لا تاع برادر كنساو راه داك الارتيست راه كان كيغاليري لا من حقه فهمتيني راه من حقه يبدل على قبل بغى الفلوس عاد باش كنقولوا وراه تقلب على قبل الفلوس حيت ولا فيه الفلوس حيت شحال هادي هذا هو البلان كان تيرابي بنادم ما كانش فيه الفلوس هذيك الكلمه شويه سمول حيت الراب ولا فيه ولا فيه فلوس شحال ما كانش فيه فلوس يدخل منه فلوس كان تيدوي بكل عفويه كان تيحارب على واحد الرساله دابا حاليا ملي ولا فيه فلوس انا متفق معاك انه ملي ولاو فلوس ما بقاش يشبع حيت ما يمكنش بنادم غادي يشوف ما بلانش باغ اكزومبل غيشوف هذا هو البلان اللي راه دابا حاليا متفق معاك في هذا كاين شي روابا اللي شافوا ان الراب ولا فيه الفلوس قلبوا الهيج شوف برادر راه غنعاودوا نرجعوا للهضره وغنقولوا اصلا بنادم دار ديبي ما داخلش بدي برانسي فهمتي
داك الشيء راه قلب العيش يعني. بقى كل واحد وكيفاش وعلاش دار الرا واش على قبل واحد الرساله ولا على قبل حيت عشراني كيديروا الراب ولا انفلونسان الراب ولا هادي هي اللي كتعطي هاد الريزولت في الاخر فهمتي الفيل. انت ما تويش على اللود ما عشيش فيه خلي ما كتيش في ستوك كندير في الحاله او ما مشيش ما غمدك تنساليك كلب كنتي باغي فينا غير مالي. اول تراك ديالك اللي حاليا شفناه في لاشين عندك هو ديبريم. عارف انا كان عندك قبل تراك وقيل حيدتهم من لاشين ياك خلي شي ديبريم من مورا ديبريمي وسوليد سوليد كاين عام تقريبا عام 10 شهور هذيك الوقيته هذيك لي بوك اللي باش لحقتي التراك الاول وضرب لك التراك الاول مشى مزيان مشى مزيان وحبستي واحد الوقيته عاد رجعتي سوليد نورمالمون انسان من تي ضرب لي التراك الاول تيكمل كتموتيفي باش يكمل انت علاش حبستي انا حسيت انا كان ان كاينه شي استوار وسط هذا كاينه ماشي حسيتي كاينه استوار شنو هي هذه الاستوار علاش حبستي ديك الحبسه كما قلتي واحد لاح تراك وماشي بيرسا ولكن بريسا ولكن دار واحد لافال واحد لاباك زوين عجبنا الناس ضروري خصو يدير سكند ستيب علاش حبستي انا كانوا ظروف برادر انا ملي رجعت من السعوديه رجعت كانوا بين ايدي جوج كونترات يا كونترا كويزين يا كونترا موسيقى كونترا ديال بصح نيت كونترا مع الليبل يعني مورا التراك الاولاني هما اللي داروا البرودكسيون ديال ديبريم التراك الاولى ديبريم فهمتي قبل ما نبدا ديك الكارير ديبريم وهادي من اللعيبات اللي موتيفوني قلت بلان يعني ما غنرجعش للمغرب وغنعاود عاوتاني نبدا ندير داكشي ديالي اوتو برود كدا ويلا مزيان هذا واحد البوش نقي غنخدم موسيقى شي غنلقى باش نبرودويها كدا الدم المهم طراو مشاكل اللي ما دخلتش فيهم شي حاجه بيرسونيل كو دي بروفيسيونيل في المشاكل اللي طراو مع اللابيل مع الليبل كانوا مشاكل في الفيجن فهمت انا واحد الانسان اللي كما قلت لك لي برينسيپ عندي واحد العيبات ما غاتقدرش تبدلهم ليا واسمح لي فهمتي ما كندويش من سالين كندوي مع اي واحد فهمتي فيلم يعني فاش غندخلوا في لا ما نديروش هادي نديروا هادي كذا الدن ما عنديش مع هاد البلانات وما كنقدرش نعيش في هاد تحس براسك ما بقيتيش انت ما بقيتش حسن وليت سالاري عند واحد الوابل كنتسنى في السالير ديالي في الاخر ديال ما عرفت شحال فهمتي الفيلم صافي كانت ما كانتش شوش ولكن كانت بحال واحد موتيفاسيون ام هيل هذاك هو البلان حبستي بسبب فلا ما حبستش لا شنو زعما حبست غير الدروب ما بقيتش لي حتي والو ما بقيتش كنلوح انت سينيتي معاهم كنت سينيت سينيتي وما لحش معاهم لا سينيت لحش معاهم ديبريمي صافي تراك واحد تراك واحد من وراها صافي ما تفاهمناش في الفيجن ما تفاهمناش بزاف العيبات مشى داك الشيء على ميابل ما زعما ما كايناش شي لعيبه كانت لا متابعه قضائيه لا والو صافي وما متابعه قضائيه يعني صافي وما بقيتش على حيت كلشي يقدر يعدو فيك يقدروا ولكن لا كنتي ما فاهمش صافي انت هذا هو البلان علاش وقفتي انت انا عندي ايكيب عندي ناس اللي فهمتي ما نقولش لك زعما انا اللي فاهم عندي ايكيب اللي معايا اللي ما كناخذش القرار راسي فهمتي يا براد يعني ذاك العام كامل على قول هذا البلان اللي طراك مع اللابيل هذا هو البلان ومن بعد هذاك البلان اللي طرا مع اللابيل كان بسبب هذا الشيء اللي نجح اليوم فهمتي الفيلم هاد الفيجن اللي كنت انا مآمن بها في هذيك الوقيته هما ما بانت لهم شويه في شكل وانا كنآمن باي واحد راه نقدر اليوم انا نصنع واحد اللعيبه كتداوي القلب ولكن انت غتبان لك انت ما حيت انا عشيرك ما غتبان لك ناقص ما تآمنش بها ولكن انت تآمن بها واحد الشركه عاد باش تقول لهم لا هذاك والله الا بصح والله الا بصح هادشي كيطرا بزاف هادشي كيطرا في الدنيا كامله فهمت وهادشي اللي طرا والحمد لله في هذيك البيريود ما لقيتش راسي الراس لقيت ايكيب لقيت فلاك لقيت انس باوس اللي هو المناجر ديالي ديال فلاك راهو هادشي كامل طالع في بوزيتيف سكول ياك هادشي في بوزيتيف سكول حيت ديك الوقيته انت شنو انتجريتي بوزيتيف سكول في ديك الوقيته ولا بوزيتيف سكول كانت قبل من هاد البلان قبل من هاد البلان قبل من هاد البلان كنتي انت في بوزيتيف سكول شنو كنت كدير تما كنت تلاقينا في كانت واحد الكومبيت ديال الفريستايل شاركت فيها ما ربحتش ولكن ربحت تيم الحمد لله ربحت احسن من داك البريم اللي كنت خليتي واحد البصمه ديالك تما ضروري فهمتي من وراها كونتاكتاني انس بوس
قال لي مرحبا بك في العائله. قلت لي انا عافيك بليزير برادر. من وراء عرفت فلاك، عرفت بوس، وبدينا خدامين. ما بداتش كتضروب موسيقى من الاول، فهمتي؟ بدينا خدامين، باغي نصنعوا واحد حسن اللي غيولي ماركه، ما غيوليش غير واحد رابر كذا. واخ، يعني دابا حاليا انتم التيم كما قلت لي في بوزيتيف سكول. شنو هما الحوايج اللي عاوناتك بهم بوزيتيف سكول؟ بزاف زعما موتيفاسيون، كنقول لك معنويه اول حاجه، هذه اهم من اي حاجه. ثاني حاجه لقيت اسباس فين نخدم، ولقيت معامل نخدم، فهمتي؟ في الفيلم. وماشي كنقول لك اسباس فين نخدم زعما استوديو غنمشي عند واحد الدري غنسجل، ولا في واحد كتحس براسك وسط العائله، فهمتي؟ بحال اخوك اللي شاد الكيبورد، فهمتي؟ في الفيلم. وهذا هو البلان، هادو من اللعيبات اللي موتيفاوني. وكانت واحد اللعيبه ديال حتى الدراري تاقوا فيه، فهمتي؟ فيه. وهذه كانت كتعطيني ديما باور، يعني لقيتي جميع الظروف الملائمه انك وغا ما بغيتيش تراه. وغا كانوا صعوبات ماديه وكذا، انت راك عارف حيت لاصيتي خدمه والدن راه ما كاينش ما كاينش السورس من غتجيب. هذا هو البلان، فهمتي؟ يعني الحل الوحيد هو تامن بالفكره ديالك وتبقى تسنى هي اللي صبرتي وتسنيتي، ما عندك مد. دابا الحمد لله غادي في ذاك الطريق اللي باغي انت. الحمد لله. الحمد لله، الله يسهل عليك اخويا وتستاهل. الحمد لله، تستاهل. وان شاء الله غنشوفوك ان شاء الله احسن رابور في المغرب ان شاء الله يا ربي. شنو هي الحاجه اللي خلات حسن يدير واحد السكسيف واحد الظرف اللي هو وجيز؟ حيت حنايا كنا جالسين شويه كتجي كتسمع، اول تراك سمعته هو داك لاباندير. لاباندير ياك؟ هو التراك اللي سمعته، ما عرفتش شكون اللي كيغني حتى مؤخرا عاد عرفت انه حسن وفلاك اللي مغنيين داك التراك. برادر ما غنزيدش بزاف على الجواب اللي قبل منه، غنزيد عليه والدي سليم. السبب في هاد اللعيبه هادي والمجهود، فهمتيني؟ الحاجه غتعطيها غتعطيك، غتامن بها غتامن بك، سالات الهضر. انا داك الشيء اللي ديسيديت نديرو امنت به، وليت كنقول مع دماغي ما كاينش حل اخر. وتا فاش كنت كنديموتيفا كنت كنلقى اسماعيل، كنلقى دارنا، على جبدتهم لك، فهمتي؟ في هادو من الاسباب اللي خلوني بقيت مكمل. داركم ما قالوش لك شي حاجه على قبل حيت خليتي الخدمه وتبعتي الموسيقى؟ قولوا واش الديسيزيون اللي خدا اباسا، حنا والدينا واحد دو جينيراسيون ماشي بحال بحال، فهمتي؟ الفيلم راه تمشي تقول للوالد ديالك انا راه غندير راب، يقول لك بعدا شنو هو هذا الراب، فهمتي؟ الفيلم لا بغا يخرج على حياته هذا، كندوي على المغرب اون جينيرال، فهمتي؟ راه غتمشي عند باك تقول له الوالد انا راه ما بقيتش غندير مثلا خدمه وغندير التياتر، يقول لك واش تسطيتي ولا اش غيعطيك التياتر خاصني، فهمتيني؟ باقي عندنا لار في المغرب راه غير ار، فهمتي؟ الفيلم. انا علاش غنشكر دارنا من هذا المنبر؟ حيت امنوا بهذ اللعيبه معايا، واخا قال لي راهو معايا شويه ولكن الحمد لله داز. وربي ما خيبكش. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. وان شاء الله كنتمناو لك اخويا كاع التوفيق. ان شاء الله يا رب. والله الا من القلب الخالص وتستاهل. والله يسا افيك بليزير. شنو هو الجديد ديالك حاليا دابا انت اللي كتوجد فيه؟ كبريباري في البوم. غي باقي غيخرج منه عمري كان اول اكستريم منه. عمري اكستريم من الالبوم. اكستريم. الالبوم شنو سميتو؟ خلاها سربرايز باقي ما. مازال ما. تراك ليست شكون كاين في الالبوم كذا، هادشي خلي شويه. غيكونوا فيه دي فيتشرينغ. ضروري. غتخلي كلشي سربرايز، عطينا شي سكوب بس. نعطيك سكوب برادر، ما كاينينش دي فيتشرينغ غير في المغرب. فيتشرينغ لاند انترناسيونال. ما كاينينش دي فيتشرينغ مع بنادم كيدير غير الراب. و كاين معايا فلاك في الالبوم. فلاك. فلاك ديما ضروري الحضور ديال فلاك. ما كاينش فلاك ما كاين والو. هو اللي كيكومبوزي ليكم ياك؟ ماشي كيكومبوزي لينا فلاك. لا برول كامله، برودكسيون كامله، ميكساج كيدير كل شيء. بحال الوالده في الدار، فهمتي؟ كتلف لك شي لعيبه كتقول لها فين هي، كتقول لك راه هو سماعي، فهمتي؟ انا عطيتك واحد ليكزومبل. غيكون فيه شي تراك مصريه؟ الالبوم. انت ما انت سامع شي لعيبه انت. برزتشو برزتشو. نزم ملاحظ كاينه برادر، كاينه تاتش مصريه ان شاء الله. كاينه تاتش مصريه والله يا خويا ما سامع شي حاجه من الالبوم. لا شوف دابا ملي قلت فين غنسمعوا فين انتم كلشي عندكم سدود عليه.
قلت زعما شي ستوري خرجت شي لعيبه خرجت لا شي انفو كطرا فهمتي ولكن غيكون هذاك راه سير المين هذاك لا راه ضروري الا حسيت غتكونش لعيبه مصري وراك معلم راك وي ار ستريت ارتست هذاك هو لا والله ما جورناليست بالله انيماتور اسمع ليا المهم غتكون ضروري طاتش مصريه غيكونوا طاتش ديال بلدان اخرين ما نقدرش نقول لهم لك دابا مزيان مزيان تشوفهم في الالبوم ان شاء الله انت غادي يكون هذا الالبوم هذا ان شاء الله الالبوم الماكس ديالو يقدر يخرج في ما اشوف خلي لاظل سوربرايز قريب ولا بعيد قول لي واش قريب ولا بعيد راه بنادم صاحب راه باغي يتمز قريب قريب فين وصل الالبوم كاع دابا 80% 90% نقدر نقول لك فاش 90% ايوا بقى والو شعر 90% تقريبا في الراك باقي الميكساج سالينا كامل سالينا كل شيء تقريبا باقي شي لعيبات ياك اسمعي صافي غيبقى راك عارف دوك لي ديتاي ديال الدراري اللي خدموا البرودي ياخذوا كذا كل ياخذ ديالو صافي صافي كون خير ان شاء الله حنا كنتسناو اخويا الالبوم على مولانا ان شاء الله وصراوت العماد اللي دار البيت ديال عمري باقي غير بارتيسيبي معنا ان شاء الله غلطتي وما قلتي سوري باقي بين عيني في الستوري او كندير كماري ستريت ارز اوف برادر غنعاود نفس الجواب كما قلت لك قبيله ما كرهتش يكونوا بزاف منا في المغرب بزاف لي ميديا كي مفوكسين شويه على الراب على الدراري اللي كيديروا الراب على حتى شي شويه مهمش عندنا فهمتي واللعيبه عاوتاني اللي كتعجبني فيك انت بالضبط ما كت زعما ما كتبغيش تجبد الصداع انا هادي كنمشي عليا فيها طوال انا ما كنديرش هذه احسن حاجه عندك كتعرف دير لا قول شنو هي هي جبد الصداع هي جبد الصداع وكذا ما بقيناش كنديروا داك الشيء لا مزيان حيت ديك الوقيته كنا كنديروا حيت كان خاصها دير باش الموفمون يطلع عزيز عليك انت البلاد باش الموفمون حيت كون ما كانش كون ما دارتش بحال هكاك لا فاكت راه صاد راه بزاف اللعيبه تبدلوا بداك الشيء اللي كانت باش داك الشيء اللي كنا انا فهمتك كيفاش قلتيني اليوم حيت لا حيت صافي دابا الحمد لله ما عندي مشكل معاه لا لا حيت الحمد لله دابا الراب دابا وصل لواحد اللعيبات اللي بغيناهم يوصل ليه هذاك هو هذاك ما كاينش علاش غادي تزيد مثلا شوف ما وبديت كنحس بهاد اللعيبه من عند الدراري فهمتي وما عارفيني على من كنهضر ما ابار تيم ديالي زعما الدراري تا هما اللي كيديروا الموسيقى بدا كيدور شويه الحب فهمتي كاين الحب ما بين الدراري فاش كيدوز الكونتاكت دغيا كيدوز الفايب كذا الدن هادشي اللي غتزيد بهاد الشيء كامل قدام خص يكون الاتحاد هذا هو البلان حيت لا فوكس على راسك برادر ما مزيانه بصح بون كوراج اخويا شكرا لك بزاف اخويا على قبول الدعوه ديالك قلت لنا كتكون سالات الحلقه ديالنا نتلاقاو ان شاء الله في حلقه جديده مع رابر جديد يتوب عليكم وديما وي ار سويت ارت فور لايف